بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية مرة أخرى بانطلاقتنا لشوطنا الرابع وشوط الثنايا. انطلاقة شوط الثنايا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع والتوفيق بهذا المشاركة لإخواني ملاك الهجر الذين يشاركون في شوط الثنايا الكار على مسافة 5 كيلومترات. نتمنى إن شاء الله الجميع التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم لإخواني ملاك الهجر الذين تواجدوا بهذا الشوط على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. هذه الانطلاقة لا زالت والتواصل لا زال بخمس أشواط للفترة الصباحية وأيضا 5 أشواط في الفترة المسائية. أشواطنا للفترة المسائية أشواط الحقائق الكار وأيضا على كأس رئيس مجلس الوزراء سعيد الحظ اللي يحصل على الكأس الغالية المقدم من سمو رئيس الوزراء للفائز بأحد الأشواط اللي أيضا مشارك فيها الأخوان ملاك الهجن في شوط الحقائق البكار. إذا لا ننسى أيضا نهنئ سيد الربيع بن فراج الوطيب العجمي على فوز مسكت حصوله على المركز الأول حصوله على كأس النادي الكويتي لسباق الهجن. تهانينا وألف مبروك. إذا في طريقنا إلى المقدمة ومع مجريات هذا الشوط، هنالك لافية تعود ملكيتها للسيد عايد بن مناور الظفير اللي تحتل المركز الأول، بينما نرى المركز الثاني أرى اللي يحتل المركز الحاوي رقم 101 اللي هو جواهر لظفر بن إبراهيم الهاجري في ثاني المراكز. ننتقل للمركز الثالث وأرى الحذرة لنواف بن عدنان إبراهيم الشطي في ثالث المراكز. انتقالتنا إلى المركز الرابع ونشاهد الآن صاحبة المركز الرابع. هنالك حامة رقم 1 مصيحة لنادر بن فضوة المطيري في رابع المراكز. ننتقل إلى المركز الخامس وحامة رقم 5 اللي هي مشاورة لمحمد بن محسن المطيري تحتل المركز الخامس. المركز السادس حامة رقم 100 اللي هي عالية لأحمد خضر السويدان. هذه نتيجة المشاهد الأعزاء، هذه نتيجتنا بالوفاء والتمام للمشاركين بهذا الشوط. الست المراكز الأولى التي تشارك بهذا الشوط نتمناهم إن شاء الله التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم لإخواني الذين شاركوا في هذا الصباح وبهذه المنافسة بين الثلاث المراكز الأولى الذين يتواجدون على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. هذه لا زالت الانطلاقة للافية، لافية تعود ملكية لافية لعايد بن مناور ظفير ناصر بن مطر الفضلي يقوم بعناية التضمير والتواجد بهذا الشوط. وشوطنا للثنايا البكار لازلنا نتواصل، بينما نرى اللي في المركز الثاني جواهر لظفر بن إبراهيم الهاجري تحتل المركز الثاني. انتقلتنا الى ثالث المراكز وارى الحذرة لنواف عدنان إبراهيم الشطي تحتل المركز الثالث، بينما المنافسة لازالت بين الثلاث المراكز الاولى وابتعاد الاخوة عن باقي الهجن المشاركين معهم بهذا الشوط. بين المنافسة لازالت بين الثلاث المراكز الاولى بهذه اللحظات مقبلين الى الكيلوين الاخيرين اللي يفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط. لازال بين الاخوة الملاك الذين يتواجدون في هذه المنافسة الثلاث المراكز الاولى تتنافس بهذا الشوط. وشوطنا الرابع على التوالي 5 أشواط لفترتنا الصباحية لهذا اليوم و5 أشواط في الفترة المسائية. لازلنا نتواصل الكيلوين الأخيرة لافية لعايد بن مناور ظفير تحتل المركز الأول، بينما نرى أيضا الحذرة لنواف عدنان إبراهيم الشطي في ثاني المراكز. لكن أرى جواهر
جواهر جواهر تعود ملكيتها لظفر بن إبراهيم الهاجري في ثاني المراكز وتغير إلى موقع المركز الثاني بهذه المنافسة 1800 متر هي اللي تفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط بين الأخوة المتواجدين بهذه المنافسة الثلاث المراكز الأولى التي لا زالت تتنافس بهذا الشوط. ولافية تحتل المركز الأول للسيد عايد مناور ظفير ناصر بن مطر الفضلي يقوم بعناية التضمير وله الدور الأهم بهذا الشوط. جواهر 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 لظفر بن إبراهيم الهاجري ما طاعت تسلم بهذه اللحظة تحتل المركز الثاني. هنالك الحذرة تحتل المركز الثالث لنواف عدنان إبراهيم الشطي ينافس أيضا في ثالث المراكز الكيلو 200 متر الكيلو 200 متر الكيلو 200 متر مشاهدينا ومستمعينا الكرام للأخوة المتواجدين لافية لعايد مناور ظفير لا زال تحتل المركز الأول من ضمنها ناصر بن مطر الفضل في أول المراكز بانتقالته إلى المقدمة وسيطرته مع المركز الأول. هنالك جواهر 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 لظفر بن إبراهيم الهاجري تحتل المركز الثاني. عدنان نواف عدنان إبراهيم الشطي على ظهر الحذرة في المركز الثالث والمنافسة لا زالت قوية. المنافسة بين الثلاث المراكز الأولى ولحظات والنتيجة تبين بين الأخوة المتواجدين العذرة وجواهر ولافية يا سلام فاضل بالظفر محذر جواهر على في انطلاقتها ومنافستها لحد الآن لا زالت جواهر بهذه اللحظات لحشر لسيد ظفر بن إبراهيم الهاجري تغير إلى مجريات هذا الشوط وإلى المراكز الأولى إذن لا زالت جواهر لا زالت للسيد ظفر بن إبراهيم الهاجري في أول المراكز بالفعل ولكن نواف بن عدنان إبراهيم الشطي محضر الحذرة اللي تحتل المركز الثاني. لكن جواهر بهذه اللحظات تهانينا إذا استمرت على هذا الأداء بالفعل لظفر بن إبراهيم الهاجري على فوز جواهر في المركز الأول تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان من نصيب الحذرة لنواف عدنان إبراهيم الشطي. المركز الثالث لافية للسيد عايد مناور الظفيري. المركز الرابع والله بعيد للغاية المراكز المتبقية نحيلهم إلى لجنة التحكيم.